دكتور بوراس محمد وعضو اللجنة المغربية للتاريخ العسكري منسق مجموعة بحث علمي باللجنة. لواء القوات المسلحة الملكية. المعرض هذا السنة يتعلق بمنظمة لجنة مغربية للتاريخ العسكري بتعاون مع قيادة القوات المسلحة الملكية، متفت تشير قيادة القوات المسلحة الملكية. كل عام يعني كل سنة نحاول قدر الإمكان وضع مقاربة خاصة تتوافق مع المضامين والتوجهات الخاصة بهذا المهرجان اللي هو مهرجان فارس. طبعا الحال الجانب التاريخي حاضر بشكل كبير بحكم الاهتمام ديالنا بهذه الجوانب، واننا في هذه السنه حاولنا نجمعوا ما بين الجانب التاريخي والجانب الفني، فكان العنوان ديال الخاص بالمعرض هو فرس وصناعة النحاس، هو العنوان ديال هذه السنه. في اطار يعني تناول هذا الموضوع اللي هو الفرس وصناعة النحاس، خدينا تقريبا من 4 محاور اساسيه: الفرس وصناعة النحاس في الحضارات القديمه، تاريخ التعدين بالمغرب وشبه الجزيره الايبيريه العربيه، المسهرة السعدية دار العدة، الفرس وصناعة النحاس ما بعد عصر النهضة، والنحاس ومستبقاته في خيالة القوات المسلحة الملكية. الحديث عن النحاس يقتضي بالضرورة العمل على تتبع المسار التاريخي لبداية عملية التعدين عبر الحضارات المختلفة، بداية بالحضارة المصرية القديمة التي كان لها حضور في هذا المجال المتعلق بالتعدين، والتي تم التركيز على أهم الطرق والتقنيات التي كانت أو التقنيات رغم بساطتها في البداية التي كانت تستعمل في عملية التعدين وصهر المعادن. هنا نماذج للمواد التي تستعمل في هذا المجال: الكبريت، ريمان المينيا، في مصر القديمة، واللي بطبيعة الحال كان فيها النحاس حاضر بشكل مثبت. في إطار الامتداد التاريخي لهذا التطور لعملية التعدين، كان ضروري الوقوف على بلاد أو حضارة بلاد لوريستان فارس، وهنا نجد القيمة النوعية لتجسيد الفرس انطلاقا من توظيف معدن النحاس، وهنا بعض المنحوتات واللقى الأثرية التي تثبت وجود هذه القيمة النوعية اللي كان عندها ارتباط بالجانب الميثودولوجي نوعا ما والجانب أيضا الفني كما يلاحظ في هذه المستحفات اللقى الأثرية. القيمة النوعية لهذه اللقى في كونها أولا من حيث القدم التاريخي، ثانيا من حيث كونها تجسد نوع تطور معين لهذا المجال، بحيث ان كان سكان المنطقه كانوا يعملون على دفن هذه المنحوتات دليلا على القيمه التي تجسدها في المقابر ديالهم واللي تلقى توجدات داخل هذه المقابر. الطابع الثاني الذي يميز هذا التطور النوعي لنحت النحاس او لخلق مجسمات او اعتماد مجسمات بتوظيف ماده النحاس هو كان وجدوا ايضا في الحضاره الصينيه القديمه، لكن الاختلاف ما بين الحضاره الفارسيه هو ان الصينيين بحكم ان الامبراطوريه الصينيه لها امتداد تاريخي طويل وتدخل في اطار الدول الالفيه، نجد على ان الاهتمام ارتبط بالفرس او بتجسيده عن طريق النحاس بالاسر الحاكمه بمعنى النبلاء داخل هذه الاسر، وبالتالي وضعوا مجموعه من المجسمات لمجموعه من الخيول كما يلاحظ هنا، لا من حيث الاشكال ولا من حيث الالوان ايضا، لان هنا الوان متنوعه اللي كانت كتخضع لواحد معايير خاصة بتوظيف مادة اللي هي المادة المعدنية بما فيها مادة النحاس حسب الحرارة حسب الأحياء، وبالتالي لاستخراج هذه التحف الفنية الرائعة. هنا أيضا من بين النوادر أيضا التي تم اكتشافها مؤخرا فرس ليبين القيمة النوعية لبعض اللقى التي تم الحصول عليها، وهنا عملية إعادة ترميم الفرس بجميع مكوناته، لأن المكون الذي وجد هو المكون العلوي بينما المكون الثاني بقي غير موجود، وبالتالي هنا عملية إعادة صنع هذا الفرس. بالنسبة للحديث عن الثقافة أو الحضارة الإفريقية في هذا المجال اللي هو مجال النحت، هو مجال غني للغاية، وغناه بطبيعة الحال يرتبط بتنوع المضامين التي تم تجسيد فيها التماثيل وتنوع حتى على مستوى المواد، وكان للنحاس حضور قوي تجسيد هاد التماثيل وتجسيد ايضا واحد قيمه نوعيه للفرس وفارسه. القيمه المضافه هي كون هذه المضامين تتنوع حسب المضامين الفكريه للثقافه الافريقيه الغنيه والتي لها امتداد تاريخي طويل، بحيث نجد التمثيل يشمل فارس اثناء الحرب مثلا، يشمل
في الأولياء يشمل عملية الصيد، وهنا نماذج السيد لنماذج الحياة العامة. ما يثير الاهتمام في الحضارة الإفريقية أيضا هو حضور طريقة معينة لصناعة لتجميل المعادن، وهذه الطريقة هي التي تعرف بطريقة الشمع المذاب باللغة الفرنسية، الشمع المذاب. وهنا السيد نموذج بسيط للطريقة التي تقام بها أو تصنع بها المجسمات، وبما فيها المجسمات المتعلقة بالنحاس. الإشارة فقط هو أن هذا المجال هو مجال مهم يرتبط بالثقافة الإفريقية، على عكس ما يقال على أنه مجال يرتبط بالثقافة الاستعمارية التي جاءت إلى أفريقيا وبالتالي بدأت عملية النحاس. هو مجال إفريقي. الحديث عن المغرب يقتضي أيضا الوقوف على مرحلة مهمة من تاريخ المغرب القديم. هنا مرحلة، هنا بعض النماذج وبعض التحف اللغة الأثرية التي تم الحصول عليها بمدينة وليل. الحديث عن مدينة وليل ليس دليلا على أن تلك اللغة مقتصرة على هذا المكان، العكس، لمجرد فقط أن الأبحاث أقيمت في هذه الجوانب، يعني من المنطقة الشمالية بالأساس. وبالتالي هنا نماذج عديدة لتمثلات أو لمجسمات للفرس بأشكال متنوعة، بتعابير متنوعة، بل حتى على مستوى التزيين، على مستوى الزخرفة وكذلك. العملان اللي ما فيش مانيش مقارنة. عندنا مفترة رومانية، بخصوص المفترة الرومانية، وكاين العودة للمسلوك الصلاة حول هذا المرحلة. الحديث عن التعدين أيضا يقتضي الوقوف عن المرحلة الإسلامية، وبالضبط الوقوف عن مرحلة تاريخ التعدين في المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية. هذا المحور يحظى بأهمية خاصة. أولا نظرا للقيمة النوعية أو القيمة العلمية التي كانت للمغاربة وللعرب بشكل عام في مجال التعدين، وهنا دليل على عدد من المخطوطات التي تتحدث عن هذه الجوانب بأشكال متنوعة وبمضامين مختلفة. مثال كتاب الروح المشتبكة في المعادن المنطرقة، هنا تحقيق صنائع الأبرار إلى آخره، مجموع العز والرفعة والمنافع في سبيل الله بالمدافع. أيضا الإشارة الأهم بل أكثر من ذلك هو النص القرآني الذي يشير هنا بالآية 91-92-93 من سورة الكهف، والتي تبين البداية الأولى لعملية القطر أو لعملية التعدين، وهذا دليل على أن هناك حضور قوي وقيمة نوعية لهذا المجال، أي مجال التعدين ضمن الثقافة العربية والإسلامية. الحديث عن الثقافة العربية والإسلامية لا بد أن يحيلنا على التجربة المغربية في الأندلس، بمعنى التجربة المغربية أو التجربة الموحدية. إن الحديث عن هذه المرحلة نقف عند محطة أساسية، ألا وهي محطة أو موقع أساسي اللي هو موقع ريوتينتو. ريوتينتو كما يلاحظ من خلال الصورة هو يتخذ حتى من ناحية اللون، لون المعادن التي هي فيه، وهو مصدر هام وقد انتعش في الفترة المرابطية والفترة الموحدية، وأعطى دفعة قوية لمجال التعديل بما فيها وتمثيله سواء على مستوى الفرس أو على مستوى مجموعة من التحف كما هو موجود هنا، على مستوى الأسلحة، على مستوى الواقيات، على مستوى لوازم الفرس إلى آخره. وهنا نماذج عديدة لهذه التحف التي تسد القيمة النوعية لفن الزخرفة والنحت عن النحاس خلال هذه المرحلة، وبطبيعة الحال الفرس موجود ضمن هذه التمثيلات. أيضا الحديث عن الفترة المرابطية والموحدية يحيلنا إلى فترة أساسية أيضا، هي الفترة السعدية. وهنا وقفنا على شيء مهم، لأول مرة في تاريخ المغرب يتم الوقوف عند هذه المحطة بهذا البعد، يعني بالبعد محاولة إبراز القيمة النوعية لمجال التعدين في علاقته بالحرب، في علاقته بالسلاح، في علاقته بتوطيد مجال الفرس وقيمته كما هو ممتد في هذا المعرض. هنا أحيل فقط إلى قيمة دار العدة بمغربش. دار العدة هذه هنا الموقع هي موجودة في القصبة، داخل القصبة السعدية، وتعود إلى الفترة السعدية. ودار العدة هذه قيمتها تكمن في كونها كانت محطة أساسية في صناعة المدافع عهد السعديين. الحديث عن هذه الصناعة أيضا يحيلنا إلى البحث بطريقة جدية على الكيفية التي كانت تصنع بها المعادن في الفترة السعدية، وبالفعل تمكنا من تجسيد هذه الكيفية عبر إقامة مسجل ضخم اللي هو هنا للمسهرة السعدية. وهنا جميع المكونات المرتبطة بهذه المسهرة سواء من وسائل الصهر والقنوات التي تمر بها عملية الصهر، أو عن طريق المدافع التي كانت تصنع. هنا نماذج للطريقة التي كانت تصنع بها المدافع خلال عصر السعديين بآليتها وبجميع مكوناتها، وهذا كان يمثل حينها تقدما معرفي قوي. وهنا نموذج المدفع الأصلي الذي تم صنعه بهذه الدار، دليل قاطع على قيمتها.
بما لا شك فيه أن البعض يتساءل عن القيمة النوعية المتعلقة بالمعادن التي كانت تستهدف لصناعة هذه المواد. في هذه الفترة كان هناك منجم فيما قبل منجم تازلاق، وهذا المنجم تازلاق كانت له قيمة معرفية، قيمة اقتصادية مهمة، سواء على مستوى النشاط الاقتصادي على مستوى الجنوب أو على حتى مستوى الشمال بما فيها مع الدول الأوروبية ودول السكندنافية التي كانت تربط علاقات تجارية مهمة مع المغرب، وبالتالي كانت تمثل تواصلا حضاريا ما بين المغرب والجنوب والمغرب والشمال. وهنا نلاحظ لبعض الصخور وبعض القطع التي تؤسس لهذا النجم المهم ذو القيمة التاريخية والاقتصادية المهمة. أيضا في إطار الانفتاح على بقية الحضارات، كان من الضروري معرفة مدى تمثلات أو مدى تضيف الفرص أو تجسيد عبر النحاس ضمن الحضارات الغربية وضمن الحضارة الأوروبية. هنا بالاعتماد على البحث التاريخي الدقيق تم الوقوف على الفرس وصنعة النحاس في ما بعد عصر النهضة. لماذا ما بعد عصر النهضة؟ لأنه ابتداء من التاريخ سوف تتبلور المدرسة الأوروبية التي سوف تعمل على تضيف النحاس ضمن وتجسيده لتجسيد الفرس عبر تضيف هذه المادة. هذا التضيف تنوعت أيضا مضامينه، وكان القرن 19 يعتبر ذروة هذا الإنتاج الفني فيما يخص بتوظيف النحاس في وتجسيده على مستوى مجموعة من التماثيل بما فيها الفرس. وهنا نجد على أن المضامين تختلف، هناك الفرس والصيد، وهنا مجموعة من التحف الفنية التي تعتبر مؤشرا لهذه الجوانب، ولا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الغربي ولا على المستوى الأوروبي، تحف مهمة على المستوى التاريخي. ثم الفرس المعارك، هنا تضيف النحاس ايضا في تجسيد الفرس دليل على القيمه النوعيه ديالو، لا على المستوى الافريقي والعربي. ثم الفرس والعمل، هنا تحاق كلها تبرز القيمه النوعيه للفرس في اطار العمل. واخيرا الفرس والجر، بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الفرس والجر الامر لا يتعلق فقط بجر العربات، بل ايضا هناك جر المدافع والتي كانت تضرب في الحروب، وبالتالي تلاحظون على ان هذه التمثيلات او الستيلات او هذه المجسمات تعطي فكره مهمه عن هذه الجوانب. في اطار التعريف او في اطار التواصل الحضاري ما بين الشمال والجنوب، هناك ايضا تعاون اللجنه المغربيه للتاريخ العسكري مع اللجنه التشيكيه للتاريخ العسكري، وبالتالي لابراز هذه القيمه النوعيه، وكان تعاون بناء بحيث انه لاول مره تعرض نماذج لمنحوتات عبر الفرنس لملك البلجيكي وللحرس الذي كان يلحق بالملك البلجيكي، دليل على القيمة النوعية التي تمثلها أو التي يمثلها الفرس والفارس، وكذلك تجسيده عبر المنحوتات النحاسية. في نفس الإطار واستكمالا لهذا التطور التاريخي فيما يخص العلاقة ما بين النحاس والفرس أو ما بين النحاس وصناعة النحاس والفرس، أو الوقوف عند المحطات البارزة أو العناصر البارزة التي يوجد فيها النحاس ومشتقاته في خيانة قوات المصلحة الملكية في الوقت الراهن أو التاريخ الراهن. وهكذا نجد حاضرا ضمن الفرقة النحاسية أولا، اعتبارها توظف مجموعة من الآلات النحاسية دليل على هذه القيمة النوعية. نجد أيضا حاضرا على مستوى بعض اللوازم التي تستعمل في بالنسبة للوازم الفرس، وهنا نماذج عديدة لهذه اللوازم، مطرقة الجلد، المجلة، شفرة المقطع إلى آخره. ولكن القيمة النوعية أيضا توجد على مستوى العمليات الجراحية والأدوات الجراحية التي توظف للخيل، بحيث نجد أن النحاس حاضر ضمن هذه الجوانب كمادة أساسية ومكون للأدوات التي تستعمل، وبالتالي لأنه حافظ يحافظ أو واقي من البكتيريا ومن الأمراض. بل أن حتى اللوازم المباشرة الخاصة للفارس أو للفرس نجد النحاس حاضر عبر مجموعة مننا، المهماز كذلك، لجام خاص بالفرس، ثم الأدوات لجام لبرقوم النحاسي إلى آخره. تجد بعض الأدوات النحاسية المهمة في هذا المجال بالإضافة إلى السرج الذي وضف فيه مادة نحاسية دليل على الخرافة والجمال الفني. حتى نقرر مفاهيم هذه المفاهيم ونربطها ما بين الأجيال الحاضرة والأجيال الصاعدة والناشئة، تم تخصيص فضاء خاص بالطفل، وهذا الفضاء الخاص بالطفل تم عرض وضع بعض النماذج للتوضيح وبعض استعمال التكنولوجيا الحديثة لتوضيح
المضامين المرتبطة بهذا الأطفال، بل أكثر من ذلك وضع كتيبات في متناول الأطفال وفي متناول معرفتهم المبسطة، وبالتالي تقريبهم من هذه المضامين. أكثر من ذلك إجمالا لمحاولة تشجيع الفن المغربي في هذا المجال، علاقة الفرس بالنحاس وعلاقة الفرس بالنحت، تم إعداد من طرف فنانين مغاربة تحت إشراف لجنة مغربية للتاريخ العسكري بطبيعة الحال، إعداد منحوتة تشمل الصربة تكريما لفرسان تغريدة المغاربة، وهي الصربة على الشكل التالي، اتخذت هذا الشكل الفني الدائري محاولة للتعريف بها أكثر لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الداخلي، وبالتالي تلقى شهادة راسخة تثبت العلاقة التي للمغاربة مع الفرس عبر تاريخهم الطويل. وشكرا. شكرا عبد المجيد سيت مازاغون 24، كنشكركم بزاف على هذا الحوار وشكرا.